أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير الأنفس الشح
وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم.